أنا أخشى من الاسم أصلاً، اسمه عبد الله بحري، فإن استطعت أن أنجو من البحر لن أنجو من البحر الأحمر. فإما أنه يغرقني أو أنا أجعله يصرخ وين؟ يا هلا بكم حبايبنا تحية ومرحبا، مولي اسقط الإمام المجتبى، مولي تهدي لكم أحلى سلام، مولي اسقط الإمام من الإمام دائما نائما أخذ إمام عم إمام الصابر المنتحن كريم أهل العطاء أبيات فيها شجن. ما ذنب من حبكم في كل حادثة يجور يا سيدي عليه هذا الزمن، يحرم من حقه يخرج من أرضه كأنه مجرمون، وما له من وطن أليس من حقنا نعيش في أرضنا والخير يبقى لنا لا للغريب الذي يزرع فينا الفتن. يا سيدي يا أبا محمد كل الولاء لكم وما لنا غيركم، وكم نرى حبكم في قلبنا قد سكت. بالنسبه للمساجد ارتبط الارض بعض القرون، ابن ادم حين يغتر ما لا يغتر رحمتي، بعض منهم من غرور حارق الرب الجليل، وامتلا الغرور في التاريخ وعجل، بعض يقتل بعض ينهب بعض يهدم للمساجد، بعض ينهب بعض يقتل بعض يهدم للمساجد، ان امره حتى نعرف للنهايه ما نروح بعيد واجد، ان امره مساجدنا يهدموها ويبيدونك، حلم هذا أخي لو شافت عيونك، حقيقة يا مسلمين صارت هذه في وين؟ في جزيرة اسمها مملكة البحرين. أخذنا نقطة رمادية ونقطة بيضاء بالنسبة للنساء وبالنسبة إلى اللي هو الأولاد أو اللي في الرحم. نشوف بالنسبة للنساء الرمادية، راحت الرجال تضرب الدروازة، جتنا رجال مغنزة والحاسة، راحت الرجال قلبهم بالحبل، وجان الشباب شعرهم مش منقلن.
وقت الصلاة كم مسلسل تركي موضوع في الطين والأبو يسرع يقول قول صلي قول حارس الحلقة تنتهي ويل يا ربي ويل يا علي الله يعين المسلسل تنتهي عندنا النقطة الإيجابية عندنا الشباب شباب بارك الله فيهم ويعزهم الله الشباب اليوم ما يعرف حدود في ميادين الشرف يهتف صمود شبل من ذاك الاسد احفاد من تلك الجدود طب طيب اهل الوطن روحه يجود طب طيب اهل الوطن روحه يجود انجي للمراه امنا حواء نصف المجتمع الله كرمها وبالم جمر في نتجمع في سفرة وكلنا ننام في حجرة أنا وأمي وأبوي والأهل يمكن يوصل للعدد 10 مو هالحين من يطلع من بطننا ويتكلم يبي آيباد يبي آيفون يبي حجرة بروحه وما عليه قصور زمان أول المدرس لا مش أنا يا ناس هو لهيبة ولتحضير زمان أول المدرس لا مش يا ناس لهيبة كأنه يا أخي سلطان هو الحين الوزارة تحصر المنصوب والطلاب يهيونه ويشوفونه وعيش بدنيته مقهور يمشي يسولف بروحه من الوسواس التدريس جاب الهم من إيانا سراسي يقول يحسدون على الراتب يحسدون على الراتب شباب ومنظره شايب قولوا له ما قصرت قولوا له مشكوك النساء نسوان أول هي تنظف وهي تربي وقبل الشمس ما تطلع تحمل ولدها وتمشي وتحط الطش على رأسها رايحة العين ونسوان الحين تتكحل وتتعدل من صالون إلى صالون ولدها تحمل خدامة وهي مشغولة بالتلفون إذا تسلم تقول لك هاي وهي ومن تنزل بالأسوار كعب نازل كعب صاعد عقب فوار شباب يشوف المشية يجي الجنون نسوان الحين تسافر وين ما تبغي براحة وكل حرية لا تتعجب إذا تسمع وحدها سافرت للصين ونسوان أول مستورة ونادر تطلع من البيت وإذا جاها نصيب المهر جدا سهل احسبها بتربي يمين